النوال انا ما حريه التعبير نصوص عليها في الدستور في ماده 47، لكن حريه التعبير يا استاذ مدحت اوعى تفتكرها حصانه ليك وتستخبى جواها عشان تشتم الناس او تصفي حساباتك مع الناس. المحكمه قالت كده مش انا على فكره. الجمهور المتلقي مش عايز يتلقي مزقات، مش عايز واحد جاي يصفي خصومات لكل اعلامي. الاعلامي يا استاذ مدحت اللي بيحترم نفسه وبيحترم مشاهدينه الناس بتشيله فوق دماغها. انتقدني كما تشاء، انا زي ما على فكره الماده 47 من الدستور قالت كده، الحق وحريه النقد دي مكفوله للناس كلها، لكن في فرق بين النقد وفرق بين الشتيمه. حضرتك النهارده راجل برنامج رياضي، تمام؟ لما تيجي تقول النهارده احمد عيد عبد الملك كان معصبي او شاط الكوره مش عارف فين او لكن لما تيجي تقول احمد عيد عبد الملك لما اتجوز اصل حصل كذا وكلام عيب انه يتقال في برنامج رياضي او سياسي او اي برنامج، ان تحول برنامجك الى مكان لتصفيه الحسابات.